ليه؟ يا رجل لا تحلفون علي الله يسامحكم، بصير رجيم. لا تحلفون علي. ما تجي ولا نحلف عليك تجي. تحلفون اني ما عاد اجي. وش الدجاج اليوم مو غير. العشاء يا زياد. تعال عشاء. العشاء حار زين تحت. حار زين بس. العشاء العشاء تعال. بس. ايه. عامل ايه كلهم. خالهم يا رجال يرقدون شوي هم بيقوموا يتعشوا. بس احنا هنا خله يرقد. خله يرقد يرتاح. من عزاي. عليك ولد ولا بنت؟ والله لا توصف صراحه. جده؟ اي والله. انت يا حم حسن تخيل البنت ما بعد اجرب شوي والله صراحه. وقام جايك بنت؟ اتمنى صراحه. الله يرزقك ان شاء الله. اللهم امين. انت محسن تخيل انك متزوج وعليك ولد وش فرحة؟ ما راح تعرف ايش عمري بجيبك. انت صادق؟ اي والله. وانت؟ والله ما قال محسن. طيب تخيل جايك عليك توام ولد وبنت. ولا ولدين ولا بنتين وش الفرحه بتكون افضل اكثر ولا اكيد والولد ولد امه والبنت بنت ابوه في عندي حيلة ابوك بعد تدخل ما تروح لامك اختك هي طقت امك انت تروح تروح لامك خلاص هي ترى كذا الحياه البنت تعلق ابوها والولد تعلق امه ليه؟ ما ادري والله طيب يمكن امي ما يمكن امي ماتت ابو اختي تروح لابوي بعد انا اشوف انها عكس اشوف انها انت اللي بغيت حاجه ما تروح لابوك تروح لامك يما قلت لك حتى خواتي روح لامك ما يروح لابوك لا في واحده من خواتي صغيره تروح لابوك هي اللي يحبها شوف البنت فؤاد فؤاد تعال تعال فؤاد لا تفتح تعال خلي العيال خلي العيال ده واجد ها تعالوا ايه ناس اللي جرب شعور البنت يقول غير اجين كل يوم ولد اوه يا الله من هم؟ من هم؟ فؤاد بعطيك ذي فيها واحدة اسمها هاني جينا عليها توأم أبارك لها باسمي وباسم أبو أحمد حارس صلى الله عليه وسلم ننبتهم إن شاء الله نباتا حسنا وبارك فيه خوية جاله توأم عارفها يا خال بوي حك ظهري خوية أخوه مو خوية أخوه جاله توأم وبارك له باسمي وباسم أبو أحمد صلى الله عليه الله ينبتهم ويبارك فيه إن شاء الله الله يباركنا آمين صلح آمين ولد وبنت توأم على الجيش تو جا عليه تو أحسنها بالنشاط هبل هاني اليافعي طيب بارك فيك ان شاء الله هذا مثل تخيل انك متزوج وجاء لك ولد وش شعور؟ سقا 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 يعني يسقا سقا ولا شقا؟ كلها
شاء الله اول ما نطلع اول ما يتزوج فينا ان شاء الله محسن فاول الحين ونعاون وراك شو بس شو بس على المحيش اشتوى الله في الحال والمال انا ماني مقبل علي ها ابي اصف معكم صفقه يعني واحد احرجوني اجيكم من حصر ولا منظر خلاص قبل نجي مدمعون انتي طيب قد حضورك معونا طيب محشي قد حطيت عينك على حد مرة ما فكرت في احد ولا شيء ومتعب يقول انه ان شاء الله اي مات قصدي الساعة 2 مدري ايش الساعة 2 عند الباب راح يخطب ويضربوه ما خطب الساعة 2 مدري عنه حط خطوة ساعتين حق يا عبري عفا راح يستر علي رجل الله العظيم انها انلها نظرة الحالة وين يئس يا ولد عفا سوالف هاي رجي زين عفوية وزين رجع ربي يستر عليك يود ما شاء الله عليه عند قوة حفظ بعد ما شاء الله تبقى الرحمن حفظ كلامنا حفظها في اسبوع انا اسمعكم يلا حفظتها في اسبوع صح الأخبط بينك من سلطان سلطان تغير والله. أنا اي والله من ولديك سلطان ولما شفتك ما عينت إدارتك ما باسمك أصد ما يبقى أصد كان الذي الواحد النار يا سلطان سلطان أنا أسمي سلطان تغير تغير تعالي تغير مبارك ما دريت اسمه ناصر الا نص البرنامج صح ذحين بعض الاحيان اضيع اقول شو اسمه ناصر بن هادي ان شاء الله نجم الحمد لله رحمك الله جعل في العافيه الله يعافيكم صبر رجع رجع تعش ايام احب الرز وايد لا والله ما احب اكل ايش